مرحبا بكم، وفي فقرة ظلال الأخبار سعداء أن يكون معنا الشيخ سعد أحمد. سعد، أهلا ومرحبا بك عبر فقرة ظلال على الأخبار. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ سعد أحمد سعد، القيادي الإسلامي وعضو هيئة علماء السودان، كيف تنظر لإدراج علمانية الدولة في المفاوضات من قبل الحركة الشعبية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحركة أدرجت حق تغيير المصير، وأدرجت في ذات الوقت علمانية الدولة، وقالت إنه هذا موقف تفاوضي. حقيقة كلاهما بعيد عن الواقع، وقراءة غير صحيحة للحركة للمجتمع السوداني، سواء كان مجتمع في النيل الأزرق أو في أقصى الشمال أو في أقصى الغرب. لكن علمانية الدولة أبعد من تقرير المصير، مع أنه تقرير المصير نفسه لن يؤدي إلى علمانية الدولة. يعني الأشخاص السودانيين اللي حيرفضوا علمانية الدولة هم نفسهم اللي حيرفضوا تقرير المصير، لأنه علمانية الدولة مرفوضة جملة وتفصيلا لأسباب بسيطة جدا جدا. السودان ده جملة من فيه لا يزيد من 2% من غير المسلمين، وأضيف لهم العلمانيين، والعلمانيين في الدولة دي رقم يعني من الأرقام ممكن تحذفها، يعني كثير غير 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 معتبر العلمانيين، فعددهم ما يبيح ليهم إنهم يطالبوا بمطلب زي ده. لو كانوا ناس عقلاء وعلميين ومنصفين كانوا يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يطالب بالعلمانية. النبي عليه الصلاة والسلام حاول نشر الإسلام في مكة لكنه وجد معارضة، لما لم تتح له الفرصة لإغناء الناس ماذا فعل؟ هاجر بدينه، لأنه ما يقدر يعمل له مؤتمر بتاع التفاوض ويقول والله العلمانية والتغيير المصري، ما في كلام زي ده، مسائل ما فيها رجوع. لذلك إنصافا منه لمن يقف في مواجهته من كفار قريش هاجر بدينه. الجماعة دي هم 2% كلهم. هل تريد من العلمانيين الهجرة من السودان؟ أنا لا أريد الهجرة. ماذا تقصد؟ لكن إذا كان هو ليس له بديل إلا العلمانية فليهاجر. ما لأنك أنت يعني من الذي سيهاجر؟ 98% هاجروا؟ ولا 98% يلغوا دينهم من أجل دين 2%؟ كيف؟ طيب من أجل أن العلمانية هل يترك وطنه؟ أنا ما قلت يترك وطنه، أنا ما طلبت منه، لكن أديته مثال نموذج يحتذى. إذا أنت لم تستطع أن تصل إلى ما تريد، فأنظر إلى ما هي أحسن الوسائل اللي تتعامل بها معها في الموقف نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يجد وسيلة إلى إغناء قريش ما فرض عليهم حاجة، ما شال السلاح معه، هاجر. جميل. طيب شيخ سعد أحمد سعد، المطالبة بالعلمانية أليس هذا من باب التعددية الدينية في السودان؟ هنالك مسيحيين، هنالك علمانيين، هنالك لا دينيين. الأسماء التي ذكرتها يعني ما عايز أكون مسيحي في كلامي، لكن في مثال يقول لك يعني ما أكثر أسماء الهر وما أقل الهر في ذاته. العربي شاف له غط، سأل ليش قالوا له غط، ثاني قالوا له هر، ثاني قالوا له سنور، وهو حاجة قدر كده، فاستغرب جدا، قال ما أكثر أسماء الهر وما أقل الهر في نفسه. علمانيين ونصارى ولا دينيين كلهم لا يزيدوا على 2%. هل نضحي بديانة 98%؟ ديانة 98% من أجل راحة أو رشوة 2%؟ يعني عقلا وشرعا وحقا وعدلا بتجوز؟ طيب أين مبدأ احترام حرية الأديان؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما في زول بيكره زول على دين، يعبد ربه كما يشاء، لكم دينكم ولي دين. ما في زول بيمنع
نصراني انه يمشي الكنيسه اصلا. ما في زول بيمنع علماني، ما في زول بيجي يفتش علماني يدخل في دواخله عشان يعرف هو بيعمل شنو. لكن كمجتمع مسلم، المجتمع عنده ضوابط وعنده احكام شرعيه. المجتمع ده 98% ينزلون هذه الاحكام على مجتمعهم. طيب ماذا تضر العلمانيه بالمجتمع المسلم؟ ما هي العلمانيه؟ عباده غير الله. العلمانيه عباده غير الله. اذا انت علماني تعبد الله. لانه عباده الله ليس الذهاب الى المسجد ولا صيام رمضان. عباده المسجد عباده الله سبحانه وتعالى منذ ان تضع صفحتك وتدعو دعاء النوم وتستيقظ بكره الصباح وتدعو الدعاء بتاع اليقظه وتمشي المسجد وتمشي العمل، كل هذه الخطوات عباده لله سبحانه وتعالى. مش المسجد بس، العمل. رايت انسان في الطريق، شفت حاجه في الطريق، اذى في الطريق، عباده الله سبحانه وتعالى 24 ساعه انت في حال عباده. احيانا النوم ده يكون عباده. اذا انت بتنوم عشان تتغوى للعباده فهذه عباده. جميل. طيب شيخ سعد، هل الحركه الشعبيه تملك الحق والتفويض للحديث عن مكونات جنوب كردفان؟ قطعا لا تملك، قطعا لا تملك، احصائيا لا تملك، احصائيا لا تملك. الحركه مجموعه بتاعت علمانيين، علمانيين وبعض الناس المخدوعين، وبعض الناس المخدوعين، وبعض الناس عندهم حماس. لكن هل جنوب كردفان علماني؟ جنوب كردفان معقل الاسلام، معقل الاسلام، نصر المهديه. جنوب كردفان نصر المهديه. وحتى هذه اللحظه القران الذي يتلى في جنوب كردفان قد لا يتلى في الشمال ذاته. فما دي مزايده، دي مزايده، مجرد زي ما قال موقف تفاوضي. ما في جنوب كردفان بيطالب بعلمانيه، بيطالب بعلمانيه قله من العلمانيين الذين تسنموا، وطبعا هم ذاتهم وصلوا الى هذا يعني المرتبه والمرحله ما بجهودهم الشخصيه. خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون واقعيين. ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم، نحن عارفين كل حاجه. فما يزايدوا علينا، ما يزايدوا علينا. نحن ما خايفين من اي حاجه، تغيير المصير ما خايفين منه اذا كان نزيه، ما يكون فيه تزوير. لكن العلمانيه دي مستحيله. العلمانيه مولانا ما قضيه بتاعت اسلاميين وغير اسلاميين. العلمانية دي قضية وطن. الوطن ده كله ما بيقبل، ما بيقبل علمانية. لا مجال للعلمانية في السودان أصلا. أي شخص، أي شخص يحاول أن 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 يزرع العلمانية في السودان فهو ينتحر، لا انتحار. جميل. طيب شيخ سعد، ما موقفكم إذا ما تم توافق على علمانية دولة في مفاوضات جوبا؟ كيف يعني يتم يعني تحصل خيانه لله ورسوله؟ اذا توصل للطرفان خيانه لله ورسوله من الطرف الذي يمشي الشمال، هذه خيانه لله ورسوله. المانيا كيف يعني؟ ما في مجال زي ده ابدا. هذه ده كفر بواح، هذا كفر بواح. العلمانيه كفر بواح يا مولانا. ومن لم يحكم بما انزل الله، دي بتبغي كل تفاصيل الحياه. فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة. لما تقول لي تسألني ما رأيك لو المنبر في جوبا توسع من الدولة، أقول لك ده والله خيانة لله ورسوله، بس ما عندي زيادة. جميل. طيب إذا تحدثنا عن هل العلمانية تمثل تهديدا للإسلام في السودان في الوقت الراهن؟ ما بنتكلم عن تمثل تهديد، هي ما بتمثل تهديد حقيقة، لأنها لو بتمثل. طيب لماذا هذا التخوف؟ يا مولانا ما تخوف، عباده لله سبحانه وتعالى. انا ما متخوف في المانيا، وين المانيا سالانيه؟ الذي تراه ده يا اخي فشل، فشل ورا فشل، فشل ورا فشل. ها يا اخي، يا اخي حاجه غريبه جدا. انا لما اتكلم عن المانيا ارفضها، ليس خوفا منها، ما خوفا منها حقيقه، لانها هي ما تقدر، لا تستطيع، ما عندها مقدره عشان تغير السودان. لكن طبعا اذا على الصوت العلماني في لحظه من اللحظات قد يتاثر بعض الافراد يعني. ونحن والله شخص واحد مسلم واحد نفقده خساره كبيره بالنسبه لنا، ما بنقبلها. طيب بهذا الرفض من هيئه علماء السودان، هل هيئه علماء السودان هي الوصي على الشعب السوداني؟ انا اول حاجه لست الناطق الرسمي باسم هيئه علماء السودان. بصفتك عضو هيئه علماء السودان؟ اتكلم عن نفسي،
انا اتكلم عن قناعاتي الشخصيه. العلمانيه مش مرفوضه من سعد احمد سعد، مرفوضه من الشعب السوداني قد لا يكون 98% زي ما قلت لك، لكن باغلبيه كاسحه. اي شخص يحاول ان يزرع العلمانيه في السودان، وانا اعتقد انه حقه يختبر قواه العقليه. جميل. طيب شيخ سعد احمد سعد، اذا تحدثنا عن موقفكم في هيئه علماء السودان من الثوره، ثوره ديسمبر العظيمه. انا لست متحدثا باسم هيئه علماء السودان، ولعله من الامانه نعم انه انا انبهك، وانت ما توجه لي سؤال كانه انا بتحدث باسم هيئه علماء السودان. انا لما دعيت الى هذا البرنامج. طيب بصفتك قيادي اسلامي، بصفتي سعد احمد سعد، سعد احمد سعد، نعم. موقفكم من الثوره العظيمه، ثوره ديسمبر. والله ثوره عظيمه قادها شباب عظماء حقيقه، لا نشك في نواياهم اطلاقا، وكثير من الدوافع اللي دفعتهم موجوده عندنا، والادله على ذلك واضحه وبينه، انه هذه الثوره استمرت كذا شهر، ما عارض زول اسلامي ابدا، لم يعطي عليها اسلامي، لانه للامانه وللتاريخ اقول لك بقوه وبوضوح، عدد ضخم جدا من الاسلاميين لم يكونوا راضين عن الانقاذ، ودي حقيقه. انا ما اعتذر، الانقاذ عنده اخطاء واعترفت بها هي نفسها، الرئيس نفسه اعترف بالاخطاء، قال كلمة الدغمة سديد دخلها في القاموس السياسي عمر البشير، هو المفردة دي الدغمة ما بتكون معروفة. جميل. طيب لكن الآن 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 احنا ما ممكن نخرج من الدغمسة إلى فصديع الدولة. جميل. ما دولة الحاج. جميل. طيب شيخ سعد أحمد سعد، بصفتك قيادي إسلامي، دعنا من هيئة علماء السودان، قيادي إسلامي، هل تم تطبيق الشريعة الإسلامية في العهد البايد الذي هذا العهد الذي حكم باسم الدين؟ أنا ما جاوبتك، قلت لك نحن لم نكن راضين عن التجربة، وفيها أخطاء كثيرة جدا جدا، وفي أخطاء فيها أخطاء يعني مخالفة، فيها مخالفات، والدليل على ذلك ذكر الرئيس نفسه ذكر قال ما في دغمسه ثاني، يعني هو اعترف بانه الفتره اللي فاتت من 2000 لحد 2009 كان فيها دغمسه، يعني لم يكن فيها تطبيق حقيقي للشريعه الاسلاميه. جميل. والدغمسه هي المدغمس هو المخلوط او المدخول، يعني معناته التجربه بتاعت الانغاز في الفتره دي كانت مخلوطه ومدخوله، ليست اسلاميه صافيه. جميل. يمكن الكلام ده بيقودنا لسؤال ومحور رئيسي، بعد سقوط الانقاذ هل سقط الاسلاميين ام سقط النظام الاسلامي؟ هو ما كان نظام اسلامي بالمعنى الصحيح، كان نظام يتحدث باسم الاسلام، صحيح في عباراته في وجدانياته في كثير من الاسلام، لكنه لم يطبق الاسلام كما ينبغي، والاسلام لا يسقط ابدا، الاسلام لا يسقط، ولعله سقوط الانغاز والاتيان بحكومه الحريه والتغيير هذا شيء قدمه الله سبحانه وتعالى للاسلام، مثل ما جاء في السيره انه يوم بعاث حرب بين الاوس والخزرج، قالوا هذا يوم قدمه الله سبحانه وتعالى للاسلام، يعني بعد هذه التجربه بعد قصه الاذان دي الاسلاميين يفتحوا عينهم. الاسلام ده ما محتاج للاسلاميين، انا نحن نزلنا الذكر وانه لحافظون، نحن محتاجين للاسلام، نحن محتاجين له، ونحن الان عدد كبير جدا ان ما شاركوا في التجربه الفاشله نوعا ما بتاعت الانغاز ندمانين، كل زول يفتكر انه كان ينبغي ان يبذل اكثر مما بذل، لانه الاسلام ده انا محتاج له، الاسلام ما محتاج له اصلا، نحن ما بنخاطب اي شخص بانه الاسلام محتاج له، الناس كلهم المسلم والكافر محتاج للإسلام، ويكفيك الآن الغرب كله يوجد في الإسلام أينما تذهب، هسه الآن المحجبات في لندن حاجة عجيبة جدا، تكاد تظن أنه لندن بلد إسلامي، واللافتات المعلقة كلها إسلام، والصلاة على محمد وتمجيد النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام غانم، الإسلام قادم.
جميل. طيب الشيخ سعد أحمد السعد، تحدث عن دوركم كقيادات إسلامية في المرحلة القادمة من مرحلة بناء الوطن، وطن ما بعد ثورة ديسمبر. أنا لخص لك بطريقة سودانية، وأنا أتحدث عن نفسي الأول، وفي عدد كبير من الناس يشبهوني. أنا في الفترة الجاية دي شفت السبابة دي، سباب في دي ما في جيبي، اي واحد يختار الدرب سبابتي في عينه. ما بنسكت لباطل، ما بنسكت لدغمسه باي صفه، بصفتي الفرديه يا مولانا. ان منكم الا اتيهم الرياح فرده ولا تزر وزر اخرى. انا بتكلم عن سعد احمد سعد، لكن قلت في ناس زي كثيرين، لكن انا في الفتره الجايه دي سبابتي اهلي. جميل. طيب نرجع نحن لحكومة الثورة، أول حكومة المنتخبة، أول حكومة الانتقالية، وتقييمك لأداء هذه الحكومة خلال 3 أشهر الماضية. ما رأينا منها غير الهجوم على الإسلام. العمل المركز والمبرمج والمرتب والمضطرب الهجوم على الإسلام وعلى قيم الإسلام. أما المسائل الحياتية، المعايش، المواصلات، هذه ليست منه أصلا. يعني الآن حاسب أي وزير في هذه الوزارة، شوف اهتمامه بمعايش الناس واهتمامه بعلم الدولة النسب كم لكم، هتلقى إنه اهتمامه بمعايش الناس من 0 لـ1 يمكن بالكثير، والباقي كله الاهتمام بعلمنة الدولة، علمنة المجتمع. يعني مجهود خارق فيما يتعلق بعلمنة الدولة. يعني كل عمل عملته الحكومة دي في 3 شهور دي ما عنده هدف ولا غاية إلا علمنة الدولة. أصلا معاش الناس ليس هم منهم أصلا، ما من أولياتهم، كله. جميل. طيب شيخ سعد أحمد سعد، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بما يسمى مواكب الزحف الأخضر يوم السبت القادم، موقفكم من هذه المواكب؟ ده الشعب السوداني يا مولانا، ده الفعل. والله ما في زور التبليها، أنا شخصيا والله ما رتبت لي أبدا، فويت بيها. موقفكم كقيادات إسلامية مع أم ضد أم محايدين؟ لا نحن ما محايدين اصلا، حياد ما عندنا، الاسلام مطروح، الاسلام يبغى ام لا يبغى، احايد كيف يعني؟ بقدر؟ لا استطيع. شوف الجماعه دي لحد ما استلموا السلطه في زرع الروم، في زرع اتفتح خشمه؟ ابدا، لحد ما استلموا السلطه وبدوا هم يهبشوا الناس حقيقه. بعدين لمعلوميتك الفتره الانتقاليه دي كلها باطله، باطل ليس بسيط. الفتره الانتقاليه ما فيها حكومه معارضه اصلا، ما فيها معارضه. الفتره الانتقاليه هي عباره عن ترتيبات اداريه، ترتيبات ليوم تتيح فيه فرصه للمواطن عشان يختار. الان الفتره الانتقاليه وين؟ ما في انتقاليه، دي حكومه ديكتاتوريه منتقاليه، غيرت اي حاجه، تغير كل شيء، مناهج، قوانين، اعراف، اي حاجه، حتى المساجد يريدون ان يغيروا. اليس هي حكومه ثوره وانتخبها الشعب؟ الشعب انتخبها؟ الشعب الذي خرج في ثوره ديسمبر. لكن هو الشعب جاب الجماعه دي؟ لا، خروج المواكب هذا لاسقاط الانقاذ؟ نعم، لاسقاط الانقاذ، اسقط الانقاذ، لكن ما جابوا الانقاذ، ما جابوا الشعب ليه؟ طيب لو تسألنا، هل من صلاحيات الحكومة الانتقالية تغيير المناهج؟ لا من حقها. قلت لك يا أخي الحكومة الانتقالية والفترة الانتقالية فترة ما فيها معارضة، ما فيها تغيير أسس وأصول، فيها إعداد إداري ليوم محدد يتوجه فيه الناس إلى صناديق الانتخابات. ده أنا بقبله كأمر واقع، لأنه الذي في الإسلام أفضل من الدكتاتورية، وأفضل من الديمقراطية، وأفضل من الليبرالية، وأفضل من أي نظام موجود على سطح الأرض. الإسلام يقدم رؤية متكاملة للحياة
فيها عدالة مطلقة للمسلم والكافر. جميل. طيب الشيخ سعد أحمد سعد، في ظل حالة الاستقطاب والأيديولوجي الحاد الآن، كيف تتوقع أن يكون مستقبل البلاد؟ سؤال. أما سعد أحمد سعد فمطمئن اطمئنان لا تشوبه شائبة بأن أمر الله باق وبأن السودان محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، والذي حدث الآن ده هذا لطف. شفت كل الصراعات اللي شايفة دي؟ هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، ووجدتها في صورة يوسف، أحداث قصة سيدنا يوسف بما فيها من شفت أنت الذاكرة، الجب والبيع والشراء والتهمة والسجن. قتم رب العزة إن هذا معذرة، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إلغاءه في البير كان لطف من الله سبحانه وتعالى، غيابه من أبوه كان لطف من الله سبحانه وتعالى، دخوله السجن كان لطف من الله سبحانه وتعالى، يعني كل هذه ربنا يتلطف ربنا بطريقته بقدرته بعلمه بجلاله. نحن متلقين ونستعجب، ومرات يمكن داخلنا بعض الشك أصلاً في أنه ده. لكن شوف ربنا قال إن ربي لطيف لما يشاء، يتلطف سابه من حضن أبوه، جابه بقاه الرجل الثاني في مصر. العالم ده كله يجي عشان 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 بعد السنوات بتاعت الجفاف عشان يبذل لهم. جميل. طيب شيخ سعد أحمد سعد، ما هو برأيك ما هو المخرج الآمن حتى تعبر المرحلة الانتقالية بسلاسة وهدوء؟ المعبر الصحيح أن يكون عندنا فترة انتقالية حقيقية ما فيها استقطاب حزبي، ما فيها برامج انتقامية، ما في زول ينتقم من زول. الإسلاميين ديل حقيقة أنا مرات يعني التسامح بتاعهم يصل إلى أنه تعيبوا عليهم. أنت عارف أنه الإسلاميين طلعوا محمد بن لود من تحت الواقع؟ هل تعلم ذلك؟ محمد بن لود طلعوا الإسلاميين من تحت الواقع؟ يعني يغلبنا في الفترة الانتقالية نتعامل مع شوية يساريين أو علمانيين؟ ما بتغلبنا، لأنه نحن مطمئنين لما عندنا، ما عندنا شك، ما عندي شك في أنه هذا البلد يحكمه الإسلام، ما بتحكم أي حاجة ثانية، وده الذي جرى هذا لطف من عند الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب شيخ سعد أحمد سعد، خلينا نرجع لمفاوضات جوبا وإمكانية إحداث اختراق من الجانبين المتفاوضين مما يتم سلام شامل في السودان. ما عارف تقصد شنو يعني؟ نتحدث عن إمكانية حدوث اختراق في المفاوضات. الإمكانية يرجع الناس إلى عقلهم، يتعقلوا. يعني مطالبك ما تبقى مطالب تعجيزية، ما تبقى مطالبك أنت بغض النظر عن الآخر، الآخر ده ما عنده كيان، يعني مهما اختلفت معه أنت في حاجة أديه فرصة. يعني قالوا حتى الزول أنت كان بيتشكل لك في زول بتضارب فيه، وخطيته ما تخطي في كورنة، لو خطي في كورنة ما بيجري بيرد، ما حيجري، لا دي فرقة يجري، دي فرقة يهرب من صالحك انت. يا اخي ما معقول تخط الناس في حتة تقول لهم الى العلمانية؟ يستحيل. يعقلوا. السودان ده ما فيه ظلم زول، صحيح حاجات فردية، لكن كمجتمع متماسك. يا اخي السوداني مضرب المثل في الشهامة وفي الكرم وفي العفة في حاجات كثيرة جدا. طيب دي شرازم، هذه التي تدعي شرازم، والله ما أكثر ولا أقل. طيب كيفية الخروج الآمن من هذا النفق المظلم الذي تعيشه البلاد في شتى المجالات؟ حكومة انتقالية من دون معارضة، ما فيها معارضة، ما في زول معارض زول، كلنا منتظرين تنتهي الفترة الانتقالية عشان نمشي لصديق الاستراع، بس ما في ثاني أي طريقة غير كده. كل زول شايل عقاب وخطي بوراه. أنا بكلمك. وأنا شكر لك كثير الشيخ سعد أحمد سعد، القيادي الإسلامي وعضو هيئة علماء السودان، كنت معنا عبر هذه المساحة. كلمة واحدة، والله أنا عايز أرسل يعني حقيقة رسالة ثناء وشكر للشباب الذين قادوا هذه الثورة، ثورة الشباب والله، ومظلومين، ظلموا
ظلموا في الانغاز والان الظلم، مع انه هم غيروا الانغاز لكن الظلم مستمر. فانا والله ارفع عليهم تمام. لك التحيه. بارك الله فيك يا اخي.